الله يبارك. في أي سؤال ما يسألكم، أي استفسار حول ما سبق أو حول ما يأتي أو حول المقرر بشكل عام، في اعتراض، في استدراك، أنا أكرر أن المحاضرة هذه وجميع المحاضرات والمقرر هذا العلاقة فيه ما هي أستاذ وطالب. تقدرون تقولون العلاقة فيه طالب وطالب، كلنا طلاب، كلنا ما زلنا نطلب العلم، كلنا لا نزال أطفال في قضاء العلم، أطفال صغار. والله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما زلنا ترى ما زلنا محتاجين كثير من العلم، كثير. خلوا نعلم بعض ونستفيد من بعض. في أي استفسار، في أي حاجة، أو ننطلق وناخذ محاضرة اليوم، محاضرة اليوم أو محاضرة الآن، المحاضرة الثانية هذه حول إدارة الأفراد في الإسلام. ما أدري إيش السؤال، ما أدري إيش تقصدين يا كريم، مصادر الفكر الإسلامي. ممكن توضحين أكثر إيش مقصود مصادر الفكر الإسلامي؟ إذا كنت يا أخرين الله يسعدك، إذا كنت راجع للمذكرات الموجودة المنتشرة ففيها كلام عن الفكر الإسلامي، فيها كلام عن الفكر الإسلامي وهي جزء من المقرر هذا، لكني لن أعطيكم إياه، لن أعطيكم إياه بسبب ضيق الوقت، وأنا سأجعل المقرر هذا مركز إن شاء الله، مركز وواضح ومفيد بإذن الله تعالى. كون نأخذ شيء مركز ونستفيد منه في حياتنا بشكل عام ويكون إن شاء الله مقدور عليه في الاختبار في نظري أنه أولى وأفضل. ممكن كمان يعطيكم مجلدات تقرونها واختبركم فيها، ما عندي مانع. أنا عندي خلفي الآن، أنا جالس في المكتبة، خلفي الآن مجلدات كثيرة في الإدارة وغيرها باللغة الإنجليزية واللغة العربية، وتظل أعطيكم عشرات، ما عندي مانع. يا أختين شو أعتمد؟ هذا قلناها أكثر من مرة الله يسعدك، قلنا المعتمد هو اللقاءات المسجلة واللقاءات الحية، هذا اللي تعتمدين الله يسعدك. أنا ما أدري يعني الفكر الإسلامي، ما أدري من وين جبت السؤال هذا، هل المصادر الفكر الإسلامي متفق عليها؟ في بعضها متفق عليه، إذا كانت مرتبطة ارتباط واضح بالكتاب والسنة هذه لابد متفق عليها، وفي بعضها فيه نقاش وفي كلام وفي وجهات نظر. مصادر الفكر الإسلامي إجمالا يصعب أن نقول متفق عليها أو مختلف عليها، لكن إذا كانت تستند بشيء ثابت واضح وفي دليل واضح من القرآن والسنة هذه ما حد يجادل فيه. إذا هي اجتهادات من بعض المفكرين في الإسلام هذه قد يخالف فيها بعض الناس، لكن دائما السيد والطريق الآمن هو أن نكون قريبين جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أقوم الطرق وأفضل السبل كما قال الشيخ ابن سيدي رحمه الله. وإذا احترنا في بعض الأمور نرجع للعلماء الربانيين، العلماء الموثوقين، العلماء المعتمدين، مثل وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، نرجع لعلمائنا الكبار سماحة المفتي حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علمائنا الكبار اللي هم تاج رؤوسنا. هذا إن شاء الله جوابي فيك يا أخي لين موانسك. خلونا ناخذ موضوعنا اليوم، هذا موضوع من الموضوعات المحببة لي، لأن أنا تخصصي أصلا إدارة موارد بشرية، وإدارة الأفراد في الإسلام فيها كلام كبير ما أريد أن أبحث فيه وأشتتكم، لكن سنأخذ ما يسمح لي الوقت إن شاء الله، ثم كالعادة نأخذ بعض الأسئلة والكويز في النهاية إن شاء الله.
يا أختي، إذا كنت ما جاوبت على سؤالك أعيد السؤال مرة ثانية في نهاية المحاضرة، ما في أي مشكلة، لا تجاملين في العلم، من حقك أن تسألي. نبدأ على بركة الله. إدارة الأفراد في الإسلام لها مبادئ، سأعطيكم إن شاء الله ما يسمح به الوقت بإذن الله تعالى. الإنسان مؤتمن على حياته عند الله عز وجل، ومؤتمن على ما يوكل إليه من أعمال وما يوضع في يده من أموال وسلطة ومسؤولية. هذه إدارة الإنسان لنفسه والرقابة الذاتية. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويصف الله عز وجل المؤمنين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة شيء أساس. من الأمانة ترك ما يتنافى معها كالغش وأخفاء عيوب العمل والسلع المعروضة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وهذا حديث كلنا نعرفه. الإسلام أمر بالعدل في الحكم بين الناس، والعدل في أنفسنا ومع الآخرين. والعدل أعظم ميزان في مسيرة الحياة. يقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني كره قوم تكرهونهم، على ألا تعدلوا اعدلوا. العدل قيمة بذاته، سواء تغير مزاجك أو ما تغير، حبيت كرهت، يبقى العدل قيمة مستقلة. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو الإسلام العظيم الآن. الإسلام عظيم بمبادئه ترى، لأنها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل حتى لو تغير مزاج الإنسان، لأن الحق والخير فيما شرع الله سبحانه وتعالى من مبادئ وقيم إسلامية، وليس في أهواء الناس ورغباتهم إذا خالفت ما أمر الله به وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به. مما يتنافى مع الأمانة والعدل اتباع الهوى كإيثار مصالح النفس على مصالح الآخرين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الأمانة والعدل، كيف تتحقق الأمانة والعدل في إدارة الأفراد؟ أعطوني، اكتبوا لي الآن بعض المظاهر ما يسعدكم، بعض مظاهر الأمانة والعدل في إدارة الأفراد في الإسلام. كيف أنا أعدل؟ أنا مدير الآن وأدير أفراد، أو مسؤول توظيف في شركة ولا أريد أن أتجاوز الأمانة والعدل، ماذا أفعل؟ يكون أقدم الولاءات على الكفاءات مثل ما قلنا في المحاضرة السابقة، ولا إيش أعمل بالضبط؟ أعطوني مثالين الله يسعدكم. إحنا راح ننتهي 11:30 بإذن الله تعالى. ما هي مظاهر أو أمثلة الأمانة والعدالة في إدارة الأفراد؟ أوظف قريبي حتى لو كان ضعيف في مهاراته، وأترك آخرين، أو قد يلبسها هذه لبوس صلة الرحم وغيره، لكن في حقيقة الأمر هل أنا عدلت أو لا؟ في إدارة الأفراد، هل أؤخر أحيانا صرف الرواتب في الشركة لبعض الأسباب غير المقبولة؟ العدد بين الموظفين حسب الخبرة ومستوى التعليم. شكرا جزيلا سمية، هذا كلام ممتاز جدا. أعطوني أمثلة ومظاهر للأمانة والعدل في إدارة الأفراد. نقيم كل موظف بمجهوده ولا ننقصه في التقييم. العدل بين الموظفين من حيث الكفاءة، صحيح الكفاءة وليس شيء غير الكفاءة أو الجدارة. الكفاءة أو الجدارة في الإنجليزي الكومبتنسي. الكومبتنسي هذه أساس الآن لاختيار الموظفين. الموظف اللي ما هو كومبتنس، ما هو مؤهل، ما هو جدير، لن يجد أحد يوظفه. ولكل وظيفة كفاءات وجدارات. طيب، هذه أمثلة أخذناها. ترى أحيانا الكلام يسير والتنظير سهل. تطبيق تواجهكم إحراجات. إحنا تكلمنا أظن في المحاضرة الماضية أن مجتمعنا هذا مجتمع اجتماعي وليس مجتمع فردي.
في الغرب مجتمع فردي، كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه. إحنا مجتمع يعني متداخل، كولكتيفيزم يقابلها في الغرب individualism فردية، يقابلها عندنا جماعية. لأننا مجتمع اجتماعي، وإذا توليت مسؤولية، أنا أقول لكم من الآن إذا توليت مسؤولية اسألوا الله دائما الإعانة، لأن ستواجهون إحراجات كثيرة، إحراجات من الأقارب، حتى إحراجات من الأقارب البعيدين والأقارب القريبين، إحراجات من الجيران، إحراجات من الأصدقاء. يعني سوي كذا، افعل كذا، أشياء تخالف الأمان والعدالة في بعض الأحيان، وأحيانا تخالف المهنية، وأحيانا تخالف ما اتفقت عليه مع الشركة، فتجيك بعض الإحراجات، وأحيانا تجيك بعض الضغوط اللي تحرجك إحراج شديد جدا جدا جدا. فخل عندك مبدأ لا يتغير، حتى وإن كان هناك بعض الإحراجات لا يمكن أن تتجاوز مبدأ الأمانة والعدالة، لأنك تعيش في مجتمع ربما يحرجك أحيانا، أحيانا لا سيما إذا كان فيه تجاوز أحيانا على بعض المبادئ. يبقى المبدأ ويبقى مخافة الله سبحانه وتعالى والصدق مع النفس فوق كل شيء كل شيء. فلنأخذ اللي بعد الله يسألكم. خذها فائدة، وقد أسأل عنها هذه الفائدة، ما الفرق بين مجتمعاتنا ومجتمعات الغرب بشكل عام؟ بشكل عام نتكلم، هناك من فرق بين هذا وهذا وقال إن مجتمعاتنا مجتمعات متراحمة، ومجتمعات الغرب مجتمعات متعاقدة، يعني هناك تعاقد وهنا تراحم. هذه وجهة نظر ذكرها بعض الناس، خلوا أوضح لكم إياها بعد شوي مع بعض الأمثلة. التعاون والرحمة وهو مبدأ التآزر، وأن يكون الجميع على قلب واحد، يقول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. التعاون في الإسلام يحقق التكافل الاجتماعي ويحقق التقارب في المجتمع والتخلص من جميع المشاكل الموجودة في العمل الإداري، خصوصا إذا كان التعاون مبنيا على الرحمة التي هي أساس المحبة. فلا حب بدون رحمة، يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبيعة المجتمعات المسلمة أنهم رحماء بينهم، حطوها في بالكم دائما، طبيعة المجتمع المسلم أنه بعضه يرحم بعضه، وقدوتهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ونحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لابد أن نكون رحمة للعالمين. للعالمين مش معنى العالمين، يعني كل شيء، كل الخلق، كل الخلائق، كل ما سوى الله عالم، مثل ما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب فيما أذكر رحمه الله تعالى. فما أرسل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، والله تعالى يقول أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم. فرحمة رحمة رحمة، من هنا من هنا من هنا، تؤكد لك أن رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة المؤمنين بأنفسهم وبإخوانهم وبمجتمعهم هو أصل أصيل في هذا الدين العظيم. ما الفرق مرة ثانية بين كوننا مجتمع متراحم وغيرنا مجتمع متعاقد؟ عندنا نغلق جانب الرحمة، يعني التعاقد شيء في الإسلام موجود وشيء يعني يحترم ويقدس، وآية أطول آية في القرآن آية الدين تكلمت عن التعاملات والتعاقدات. والله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أصل في الإسلام. لكن مع هذا الإسلام متكامل ترى، مع هذا في رحمة ترى، ما هو بس علاقات جافة فقط، في رحمة، فيه تراحم، فيه لين، فيه نظر للآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة
إلى ميسرة. وفي الحديث الرجل الذي كان يرسل غلمانة، يعني كان عنده عبيد أو أرقاء يرسلهم يقول روحوا لفلان روحوا لفلان، جيبوا الدين اللي حنا يعني سلفناه، جيبوا الفلوس اللي حنا سلفنا فلان. فيرجعون أحيانا هذول الأرقاء ويقولون سيدهم أنه ما عنده فلوس الآن، فقال انظروا لعل الله تعالى أن ينظرنا، فانتظروا اصبروا عليه لعل الله سبحانه وتعالى يأذرنا. فجاء في آخر الحديث إن الله سبحانه وتعالى كفأه بالرحمة فيسر الله سبحانه وتعالى عليه وغفر له كما جاء في الحديث. والآية قبل ذلك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا اللي بأكد عليه، اللي بأكد عليه إنه إذا أنت مدير إن شاء الله أو مديرة وعندك موظفات مثلا أو عندك أنت موظفين، لا تعاملهم بالتعاقد والإدارة الجاهزة فقط. ترى هذا جيد لكنه ما يكفي، خل عندك بعدين، البعد الأول البعد المهني والضبط الإداري حتى الموظف هذا يكون مرتب ويعطيك ما عنده. البعد الآخر لا تهمل الرحمة التي هي أصل أصيل في الإسلام، ارحم الموظفين اللي عندك بطريقة أو بآخر، طبق مبدأ الرحمة لعل الله سبحانه وتعالى يرحمك إذا رحمتهم. وجاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كما جاء في بعض الأحاديث. فلا تنسى أبدا هذا أصل، راح نتكلم عن الإدارة في الإسلام، من مبادئ الإدارة في الإسلام الرحمة. الرحمة لا تكون طبا، لا تكون غليظ، لا تكون قاسي، لا تكون جاف، لا تكون يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، ترى في بعد آخر سيأجرك الله عليه وبيجيك أجر عظيم إن شاء الله، اللي هو بعد الرحمة. ترحم، ترحم إذا كنت مسؤولا أكون رحيما، لكن لا يعني لا تغلب الرحمة على كل شيء ثم بالنهاية ما تحصل على النتيجة ولا يكون في إنتاجية للعمل ولا شيء. لا، خل في ضبط، خل في مهنية، خل في احترام للمسؤولية. لا مانع من أنك تعاقب أحيانا، هذا شيء طبيعي جدا، تخصم على المستهتر، تقسو عليه وقسى ليزدجه ما في مشكلة، ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، ارحمهم بالقسوة أحيانا، لكن لا تهمل جانب الرحمة من هنا أو من هنا. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أبأكد بس على الموضوع هذا، ترى أنا يعني تعاملت مع مدراء كثير، أنا كنت موظف ولا أزال، وتعاملت مع مدراء كثير، أن صاحب القلب الرحيم تبقى مودته سبحان الله في القلب إلى يعني إلى أن نغادر الدنيا إن شاء الله بعد عمر طويل. تذكر مواقف له ما تنسى أنه فعلا في الموقف هذاك رحمك وغض الطرف شوي، وأيضا رحم الموظف الفلاني لأنه فلان موظف فلاني كان محتاج الرحمة في الموقف هذاك. يكبر بعينك، وكلما ذكرته ذكرت مديرك الفلاني الرحيم تقول في نفسك أو في بلسانك يعني جزاه الله خير، والله يذكره الخير، كان إنسان رحيم وكان إنسان في عطف، يعني ما هو واحد زائد واحد يساوي اثنين. حطوها في أذهانكم الله يسعدكم، ترى ما احنا نتكلم كلام نظري ولا كلام بس حتى نعبي الوقت المحاضرة، هذا مبدأ حطوه في أذهانكم. ارحموا، ارحموا الناس، ارحموا البشر، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنتم شايفين للتوفيق بإذن الله تعالى. اللي بعد المبدأ اللي بعد الله يسعدكم، القصد والاعتدال. الكلام فيه كثير جدا، الاتزان والخط الوسط القويم الذي لا ينحرف إلى أفراط ولا تفريط. يقول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه من الأشياء العظيمة في الإسلام، من وسط، يعني مثل ما يقول السهل ممتنع، واضح جدا في عقائده، واضح جدا في تشريعاته، لكنه محكم سبحان الله العظيم، محكم وكامل. اليوم أكملت لكم دينكم، ما تلقى
الحمد لله الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام. الإسراف يؤدي إلى الفقد وإهدار الوقت وضيع المنتج وضيع المنخلات أيضا، حطوها في بالكم معي. ولا يجعلنا التقدير أن نبالغ في الشدة فيؤدي ذلك إلى سوء المخزون وقلة الداخل للعمليات والتدوين والإحصاء والكتابة ما نحتاج إليه حتى نصل لمنحنى خطر نضيع به جميع جهود المنظمة اللي نعمل فيها. يقول الله تعالى: ولا تطيع أمر المسرفين. فيجب التزام الحد الفاصل بين الأمر اللي يصل بين لاتخاذ الحل الرشيد وبالتالي حل المشاكل على الوجه الأمثل. من هو البيرفكشنست؟ شوفوا هذا، حطيت سؤال، خلوا أخذ منكم إجابات الآن. إيش نفهم الكلمة هذه؟ إحنا نتكلم عن القصد والاعتدال. فيه مصطلح بالإنجليش أو كلمة بالإنجليش إنه بيرفكت وفي بيرفكشن، وفي واحد أو شخص وصف بأنه بيرفكشنست. إيش معناها؟ يلا تعطيني بعض المحاولات على سلكم. ما معنى البيرفكشنست؟ يعني أعطونا محاولات لو تخمنون ما في مشكلة، احنا قاعدين نتعلم ترى. ماذا تفهمون من هذه الكلمة؟ بيرفكشنست. أنا حاطة تحت في الشريحة هذه. نستعجل شوي لأن عندنا شرائح، نحاول إن شاء الله نغطيها قدر الإمكان بإذن الله تعالى. هل تفهمون من الكلمة هذه أنه شخص مهمل، شخص لا مبالي، perfectionist؟ هل هو شخص مثل ما يقولون بالإنجليش careless، يعني لا يهتم لا يبالي مفرد، أو ماذا نفهم منه؟ صفوة تقول الكمال، يعني شغلك دقيق وممتاز perfectionist. طيب هل هو سمية تقول كامل؟ هل هو هل هو جيد؟ هل هو سلبي ولا إيجابي أن يكون الشخص perfectionist؟ شو رأيكم؟ هل هو إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي صفة تقول، إيجابي سمية تقول. هل هو أوضح لكم ما معنى perfectionist؟ إبراهيم يقول العادل، يعني مش قوي إبراهيم كما يقولون أخواننا المصريين، مش قوي يعني. perfectionist بيتكم ترجعون لها وتشوفون perfectionist هذا يبي يسوي كل شيء صحيح 100% ولا يقبل الخطأ ولا يقبل النقص أبدا. يمثلون لها أحيانا الشخص اللي يحصد الزرع، يحصد الثير مثلا، يحصد المساحات الخضراء في الحدائق وغيرها. يمثلون لها أنه البيرفكشنست هذا دقيق بشكل مخيف ويبغى كل الجراس أو الثير أو العشب الأخضر هذا يبغاه كله سوا بالملي، ويبالغون أحيانا يقولون يعني ينزل كده ويناظر ويشوف إذا في حاجة مرتفعة عن الثاني يجيب مقص ويقص الزايد. هذا طبعا وصف مبالغ فيه للبيرفكشنست، لكن في بعض الناس هذه طبيعتهم ترى، بعض الناس هذه طبيعتهم. كيف تتعامل معه؟ أيضا سؤال آخر لكم، أنت مدير الآن، إن شاء الله كلكم تكونوا مدراء أو أصحاب شركات أو بزنس أو تجار إن شاء الله، أو بيوفقكم رب العالمين بإذن الله تعالى، فأحسن الظن بالله. لكنك وظفت شخصا مثلا، هو أنت يا أختي وظفتي
موظف عندك تبين لك انها perfectionist، يعني اللي تسوي كل حاجة صحيحة 100% وتتعب روحها بشكل كبير، وربما تعبت الناس اللي حولها، ولا تقدم شيء فيه خطأ لو نص بالمئة أبدا، يمكن يجيها انهيار عصبي. كيف تتعامل معه؟ أنت مدير، افترض أنك صاحب خبرة ومعرفة أكثر من الموظفين اللي عندك، أعطوني اقتراحاتكم. عندك موظف perfectionist لا يقبل أن يعمل أي شيء في خطأ، كيف ستتعامل معه؟ أي اقتراحات الله يسعدكم تخليه كذا يشتغل ويؤدي عمله 100% وربما يحرق أعصابه أحيانا، ولا ممكن أنك تتجاوز أو تحاول تغيره، أو إيش تسوي فيه بالضبط؟ موظفك هذا perfectionist إيش تسوي فيه؟ كيف تتعامل معه؟ تقول أضعها في مجال يحتاج تنسيق أو تصميم، يحتاج دقة، يعني توظفين نمطها الشخصي أو نمطها الشخصي بوظيفة تناسبها. ممتاز ممتاز. أنا عندي بعض أصدقائي ترى perfectionist، ولما كنت في البعثة كان عندي بعض أصدقائي، يعني كنا نشتغل على دكتوراة، واحد منهم يبغى يسوي رسالة دكتوراة كاملة 80,000 كلمة مثلا، ولا 100,000 كلمة بالإنجليزي، هم يحسبونها بالكلمات ما بالصفحات، ما يبغى خطأ واحد لا في السبلينج ولا في الجرامر ولا في الأذكار ولا في الجمل ولا في أرقام الصفحات ولا. هذا واحد من أصدقائي perfectionist، يعني ما سمية تقول أنا أضعها في المجال اللي يناسبها. في اختيار ثاني أو في اقتراح ثاني، إبراهيم يقول نخليه النادر تحصل واحد يعمل بجد، يعني إبراهيم ما عندك مشكلة خليه يعمل كما هو. هذا 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 قصيك يا إبراهيم الله يسعدك، إذا تصححني ما راح تغير إبراهيم صح ولا لا؟ ممتاز. طيب هذا رأي إبراهيم الله يسعده، بيخلي الموظف هذا. طيب ما إبراهيم ما تشفق عليه، من غالبا هذول يتعبون أنفسهم، ترى إذا حطيته في منصب قيادي راح يتعب من حوله، راح يفلك من حوله، ربما ما تحاول تخفف شوي إنك تخليه يشتغل بس حتى يعطيك إنتاجيته، حسب ما كانت ممكن أنك تخليه يشتغل ولا راح تغيره. خلنا نشوف مشاركات أخرى. صفة تقول أحاول أغير من الدقة الزائدة. تمام. طبعا خلوا أعطيكم حاجة مهمة جدا، نحن نتكلم عن إدارة الأحراز في الإسلام، البشر مختلفون وأصابع اليد الواحدة ما هي سواء. إبراهيم راح أعطيه مميزات مكافأة، الله يجزاك الله خير إبراهيم، الله يبدو أنك ستكون مديرا رحيما. الله يوفقك إبراهيم، الله يوفقك ويسعدك بالحكمة منا في الدنيا والآخرة وجميع الحاضرين. أمين. أضعه في المكان المناسب له وتكون صالحة. خلوا أعطيكم مقدمة بس، طبعا ما هي قضية ترى أبيض وأسود، الناس ترى ما هو سواء، الأنماط الشخصية سبحان الله الناس موزعين على أشكال والوان، أصابع يدك ما هي سواء مثل ما بيك. في اختبار اسمه اختبار ديسك، ابحثوا عنه كويس، هذا يفيدك إذا جيت يعني ترشح ناس للوظيفة، أنت مدير أو مدير توظيف وجاك واحد تحتاج واحد هادي يقوم بأعمال هادية، تحتاج يعني ترويج وتخطيط، الاختبار هذا بيعلمك إن الشخص اللي قدامك هذا هادي ولا غير هادي. تحتاج واحد عجل شوية ومنتج، اختبار الديسك راح يعطيك طبيعة الشخص اللي قدامك هذا. تحتاج واحد
يعني قيادي ومؤثر. تحتاج واحد مو بالضروره قيادي ومؤثر، تحتاج واحد تابع مو لازم يقود، لكن ترمي عليه بعض الاعمال او تعطيه اصلا بعض الاعمال خليه يشتغل على رواقه، هذه وظيفته اللي تبغاها. الناس فيما يتعلق بالفكشن بالكمال يقتربون ويبتعدون، في ناس كيرلس مهملين شويه، وفي ناس وصل، وفي ناس دقيقين جدا لدرجه يعني كيف اقول درجه يعني مبالغ فيها، قد يكون مبالغ فيها. اولا كونك تغير الناس هذا امر في غايه الصعوبه، في غايه الصعوبه. أنا اللي أنصحكم مع الجميع، مع جميع موظفينكم إن شاء الله، أنه يكون فيه تواصل معهم، تواصل واضح جدا، ولا يكون فيه فراغ كبير بينكم وبين موظفينكم حتى وإن كانوا قريبين منكم في نفس المبنى. التواصل في مكان العمل والاتصال والقرب والتفاهم الواضح أنا أستطيع أقول أنه يحل جميع المشكلات. في ثلاث أمور حطوه في أذهانكم، ثلاث أمور تحل تقريبا كل مشاكل العمل، ثلاث أمور، ثلاث قواعد، ثلاث مبادئ. أولا الاتصال الجيد، يكون في اتصال، تتصل تتكلم مصارحة، ما في بعد، يعني ما في جابس بينك وبين زملائك، بين موظفينك، بينك وبين موظفينك، لا يكون في تواصل عن قرب، عفوية، فيه اقتراب، ما في رسميات. الرسميات إذا ابتعدت عنهم يبدون يتكلمون أحيانا مع بعض في أشياء يعني يمكن لو عرفتها أنت كان حليتها في ثواني. هذا الأمر الأول، التواصل الجيد. ثانيا التدريب، التدريب التدريب تدريب يحل جميع المشاكل تقريبا، هو الحل السحري ترى لكل مشاكل العمل تقريبا. الأول التواصل الجيد، الثاني التدريب ضروري. لا تلوم موظفك إذا أخطأ وأنت ما دربته، أنت المخطئ ترى، إذا ما دربت موظفك أنت غلطان. من حق موظفك أنه يتدرب ويعرف الوظيفة، يعرف تفاصيل كل شيء قبل أن يبدأ بالعمل، قبل أن تكلفه بأي شيء. لا تفترض أن موظفك جاي الآن، قد يكون صغير الآن تخرج مثلا أو اشتغل بعد الثانوي أو غيره، أو حتى خبرته في الحياة أمره قد يكون كبير شوي لكن خبرته في الحياة محدودة أو الوظيفة له هذه. لا تفترض أنه يعرف ما تعرف أو يعرف ما تريد، لازم تدربه، لازم تتواصل معه بتواصل واضح جدا وصريح، ما تترك أي علامة استفهام في ذهنه ولا تتركه حيران في بعض المواقف، ضروري جدا. الأمر الثالث الاندماج في مكان العمل. قلنا الأمر الأول التواصل الجيد، والثاني التدريب، والثالث الاندماج. الموظف هذا يكون مندمج، يكون engaged مثل بالإنجليش، يعني الانجيجمنت الاندماج، انه داخل في العمل متحمس، يعمل باهتمام، ما هو يؤدي عمل بتثاقل وفي شوي نظر الساعة متى ينتهي الدوام يمشي، لا ينغمس في العمل، ينغمس ويعمل وهو مرتاح، ويعمل بصدق، ويعمل بنية اني قاعد اعمل لانه هذا جزء من وظيفتي، وضميري والمسؤولية الشخصية تملي علي أني أعمل. هذه ثلاثة أشياء حطوها في أذهانكم. إذا أردت أن تصلح، ما أبالغ إذا قلت إذا أردت أن تصلح كل مشاكل العمل تشتغل على الثلاثة أمور هذه. خلي تواصل جيد عن قرب، درب موظفيك قبل أن تكلفهم، ما يعني تدريب أن تصرف عليه فلوس، قد يكون التدريب أحيانا نص ساعة ترى، تجلس معه وتعلمه. أحيانا ما تقدر تدربه على بعض الأشياء، الموظفين اللي قبله اللي فاهمين تقول فلان هو سيكون صاحبك لمدة أسبوع مثلا، خليه يدربك على أهم الأشياء، على السيستم، على ثقافة العمل عندنا. واحد من الموظفين يدربه، يعني مو ضروري إنه يجلس في كلاس ويجي مدرب وما أدري إيش بالطريقة التقليدية. تدريب له يعني عدة أشكال، أهمها
أو يجمعها تهيئة الموظف لوظيفة القادمة. والشيء الثالث أن يكون في engagement، يكون في اندماج للموظف في مكان العمل. الراحة في مكان العمل عندما في صفرة صحيح أكيد أكيد. عموما إحنا استطردنا استطراداتنا إن شاء الله نفيد الله من يعني. إذا تكلمت أنا في الموارد البشرية أنسى نفسي واعذروني الله يسعدكم. بشكل سريع خلونا نأخذ المبادئ اللي بادية. الصدق هذا له علاقة كبيرة جدا في التواصل، أساس النجاح. كل عمل لا يتسم بالصدق انهار وانتهى. الصدق لابد أن يكون في الأقوال والأفعال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عذرا يعني عذرا الكذب حبل قصير مثل ما يقولون. وسبحان الله أنا جمعت مرة 12 مظهر من المظاهر اللي إذا عملها الموظف يفقد قيمته في مكان العمل. من ضمنها الكذب، إنه يكذب. ما في أحد يكذب إلا يعرف بعد 5 دقائق ولا بكرة ولا بعد شهر. ومن عرف أنه يكذب تسقط قيمته في مكان العمل مباشرة. ينعكس ذلك التنظيم الإداري بصدق إدخال المعلومات كمثال. عندما تأمر المنظمة مثلا بجمع معلومات من المجتمع والبيئة المحيطة بالمعلومات الكاذبة والناقصة تبني لنا قرارات خاطئة. هذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. تجد البركة أصدق قلك صادق، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وش يبقى بالله عليكم؟ وش يبقى إذا محق الله البركة من الفلوس اللي بين يديك؟ ماذا يبقى؟ نسأل الله أن يبارك لي ولكم في أموالنا وأعمالنا وأوقاتنا وحياتنا، وأن يجعلنا مباركين أيمن كنا. توظيف حسب الجدارة، هذه مبادئ التوظيف. الإسلام يرى تولية الأصلح، يشترط الإسلام تولية الأصلح. يقول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. مظاهر التعصب والابتعاد عن العدل تقديم الولاءات على الكفاءات. هذه ما قلناها في المحاضرة اللي قبل. من القائل؟ الشيخ صالح بن حميد حفظه الله تعالى ورعاه. نستعجل شوي ونخلص الله يسعدكم، لأن أخشى أني أرهقتكم شوي. مبدأ الاختيار والتفاضل بين المتقدمين. العدل الاختيار حسب الكفاءة والجدارة. المصالح الشخصية هذه اللي حاست بعض الناس وفيها تحدي كبير. إذا توليت العمل، إذا توليت العمل وصلت على رأس العمل يجي موضوع البيرسونال انترست، المصالح الشخصية. هل ستهزم نفسك؟ نقول إن شاء الله، نقول يا رب. آخر حاجة تطوير الكفاءات، هذا اللي قلت لكم قبل شوية. كيف تطور الكفاءات؟ كيف تحل مشكلات العمل؟ يقصد بها، حطوها في بالكم، هذه مهمة جدا. تطوير الكفاءات، تزويد العاملين بالعلم اللازم والمهارات الضرورية، ليس فقط علم معلومات، لازم مهارة لممارسة الوظيفة المراد شغلها من خلال 3 وسائل ضرورية: التدريب والاتصال الجيد والاندماج في العمل. هذه اللي ذكرناها قبل شوي، هذه حل لكل مشاكل العمل بإذن الله تعالى. بقي 4 دقائق، خلوني أستعجل وأعطيكم الأسئلة. الله يسعدكم فيما يسمح به الوقت. شاركوني في الإجابات. نتكلم عن القيادة إن شاء الله، لكن خلوني أسألكم حول القيادة. القيادة صح ولا خطأ؟ القيادة في الإسلام قيادة سوية وليس قيادة متسلطة، صح أم خطأ؟ القيادة في الإسلام قيادة سوية وليس قيادة متسلطة، صح أم خطأ؟ صح. جواب آخر. صح.
صح سلطان، صحيح. إيه نعم صحيح، الجواب صحيح. هذه واضحة أظنها، قيادة سوية وليس قيادة متسلمة. دائما إذا احترتوا خذوها قاعدة، احترتوا ما تدرون وش الصح وش المفروض نسوي، ارجعوا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام، تراها يعني ترى ما درسنا سيرة عليه الصلاة والسلام حق الدراسة، ارجعوا لها ادرسوها، اعرفوا التفاصيل، اقروا كثير كثير، عيشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ادخلوا في تفاصيل حياته. ترانا درسنا السيرة الذاتية، السيرة النبوية، دراسة مواقف ودراسة غزوات فقط. يعني اللي نتذكر من السيرة النبوية غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب والخندق ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن عامل فيه، ممكن عامل ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نتذكر حنا مواقف، ترى مواقف، وهذا شيء عظيم وجميل، لكن مطلوب منا نتعمق أكثر. ووصل وأبحروا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب الاجتماعي مثلا، كيف كان يتعامل مع جيرانه عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام كصديق أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وغيرهم. أيضا وأنتم تقرون في السيرة النبوية مثل ما قلت لكم، حطوا العين على الجوانب الإدارية، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدير الحياة من حوله. دائما تأكدوا أنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهو خير من طلعت عليه الشمس الحياة، من بداية الحياة والخلق إلى أن تقوم الساعة، ليس هناك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سيرة عليه الصلاة والسلام، جلسوا فيها وابحروا قدر الإمكان. والله لن تروا إلا التوفيق والقرب من الحكمة، ولن تصيروا الناس يعني أكثر عقلا وأكثر رشدا إذا اقتربتم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا فيها كثير، ستستفيدون إن شاء الله. تعرفون كلكم مايكل هارت اللي ألف كتاب باسم 100 شخصية أو 100 أو أكثر 100 شخصية أثرت في التاريخ. مايكل هارت من هو رقم واحد، من اللي حط رقم واحد؟ حط محمد صلى الله عليه وسلم أكثر شخصية أثرت، سواء بحسب بعدد الأتباع أو غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام شهد لكل البشر العقلاء أنه إنسان كامل عليه الصلاة والسلام، استفيدوا من أننا مسؤولين على قدرتنا عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال الثاني والأخير، أنا طولت عليكم معلش، صح أم خطأ الإسلام جعل العمل مصدر قيمة الإنسان؟ مرة ثانية، الإسلام جعل العمل مصدر قيمة الإنسان، صح أم خطأ؟ خذوها إجمالا كذا بشكل عام. ناخذ بعض الإجابات. سمية تقول صح، جواب آخر، هل هناك جواب آخر؟ فاطمة تقول صح، نعم الجواب صحيح. صفوة نبقي لها صحيح، بسمك الله أسعدك صفوة تقول صح. نعم الإسلام جعل العمل مصدر قيمة للإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول ليس للإنسان إلا ما سعى. طبعا في الآخرة رحمة الله هي كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. فأسأل الله أن يتغمدني وإياكم بواسع رحمته، قولوا آمين. فمع رحمة الله العمل هو مصدر قيمة الإنسان، في الآخرة تبقى رحمة الله هي كل شيء. أسأل الله تعالى أن يتغمدنا وأن يشملنا برحمته.
خلصنا محاضرة اليوم، ما فينا سؤالين ما يصيركم. إن شاء الله أننا استفدنا. موعدنا الثلاثاء القادم إن شاء الله. إذا في محاضرات إضافية، محاضرات إضافية راح أنبه عليها في المنتدى بحول الله تعالى. ومرة ثانية محتمل أن الأسبوع القادم نعطي 4 محاضرات ونخلص بحول الله تعالى. الله يسعدكم ووفقنا وإياكم ويجمعنا وإياكم بدار كرامته، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء. أنا سأبقى دقائق الآن، كان في أي سؤال فأنا موجود. الله يسعدكم. دقائق يسيرة ثم ننصرف مغفورا لنا بحول الله. أي سؤال تفضل.